السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمر أرجدال مربي السلالات البيضاء إقليم شيشاوة الزاوية النحلية. حياكم الله جميعا الإخوان، كنصور لكم الآن خليط السلالات لكي تكون من 11 سلالة حرة، كيتكون من ليغورن ومن المارانس ومن الوينداوت ومن ليغورن ومن الامروك. كاين بزاف السلالات ما شاء الله اللي لاحمه وبيضه في نفس الوقت. هذا خليط كيوازي بين البيض واللحم ما شاء الله. هذا خليط اللي كان دارو الاخ انيس طنجه واحد 4 سنوات هذه. حياكم الله جميعا. اول خليط اللي باغي البيض واللي باغي الفلوس مرحبا، اللي باغي يكون قطيع ديال اللحم والبيض ما شاء الله. في الروج في ظرف 3 شهور ونص حتى 4 شهور يوزن 2.5 3 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. وفيه الاسترالوب راه هو كيبان، الجبات راه كيبانوا استرالوب. يعني هذا الخليط كيتكون كما قلت من 11 سلالة ما شاء الله، اللهم بارك. 11 سلالة اللي هي سلالة أوروبية وسلالة منتجة للحم والبيض ما شاء الله. هذا مني كنقولوا السلالات الأوروبية يعني كنعنيوا البلدي الأوروبي. لا شيء آخر، حياكم الله جميعا، اللهم بارك وزيد في ذلك، الله يسخر لنا ولكم.